باربيرو باص، الفكرة اللي جننت مصر كلها. أول صالون حلاقة رجالي متحرك في مصر. شعارنا الدلع مش بس للستات، لأ كمان ده للرجالة. باربيرو باص مش بس بيقدم لك كل خدمات الصالون من حلاقة الشعر والدقن والباديكير والميك اب وتجهيز العرسان، لأ ده كمان بيمتاز بفتح قسم مميز ومتخصص في علاج البشرة، وده علشان بيمتلك فريق كامل من كبار المتخصصين في علاج البشرة. بربيرو باص بيقف في نقط كتير داخل مصر زي الشيخ زايد والتجمع الخامس ومدينة نصر، وحاليا مسافر معاك الساحل علشان يقضي معاك الصيف. ولو مشغول ومعندكش وقت تقعد تستنى في دورك في الصالون، بربيرو باص بيوفر لك وقتك من خلال خدمة الدليفري، ودي برضو مش هتلاقيها غير عندنا وبس. تقدر تطلب الدليفري من بربيرو باص ويوصل لك المتخصص في أسرع وقت ممكن، وبتحصل على جميع الخدمات اللي موجودة في الصالون بنفس الجودة والكفاءة. وبالنسبة للأسعار فهي مميزة جدا لأننا بنعمل عروض باستمرار، يعني كفاءة وجودة بأحسن سعر. تيم باربيرو باص متواجد في خدمتك على مدار ال 24 ساعة. تقدر تتواصل معنا طلب الدليفري على جميع المواقع التواصل الخاصة بنا، فيسبوك وإنستجرام والإيميل والموقع الإلكتروني. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج هنعيشها صح. هنعيشها صح عشان بإذن الله حياتنا كلها تبقى صح. معانا النهاردة أستاذة ياسمين زهران، أخصائية البشرة والشعر. أهلا بيك. أهلا بيك يا رب، نورتي الدنيا ونورتي الاستوديو ونورتي مدينة الإنتاج الإعلامي. أنا استضفتك النهاردة لأن ناس كتير بصراحة سألوا عنك، لأن استفادوا جدا من الحلقة بتاعتك اللي فاتت دي. أنا سعيدة أكتر والله. والله وفي ناس مبسوطة جدا، وأنت نفسك بتقولي لي لما الناس عرفوا إن أنت جاية. اتبسطوا جدا، كله قعد يقول لي مش هنطلع تاني، فالحمد لله. لا حاجة حلوة. طيب النهارده في ناس كتير قالوا لي على شويه اسئله كده يعرفوها منك، يعني زي اول حاجه ازاي احافظ على شعري لو اتحرق او اتاذى. طيب هنتكلم الاول في حرق الشعر. حرق الشعر اسبابه حاجات كتير قوي. ممكن يتحرق من الصبغه، لان الصبغه دي من اكتر الاسباب اللي بتاذي الشعر وبتضره، لان طبعا سحب اللون والكلام ده بيموت الشعريه من جذورها. دي حاجه. الحاجه الثانيه لو عملنا بروتين او عملنا اي فرد كيميائي ممكن ياثر على شعرنا برده بالسلب ويخليه يتحرق بشكل رهيب وما يطلعش تاني ابدا. يعني حتى لما بيطلع بيطلع سيء جدا والله. يعني اسوأ مكان، يعني الحرق ده بيدمره حتى لو طلع. فاحنا عشان نعالج الشعر اللي اتحرق هنعمل كام خطوه. يعني اول حاجه هنعملها ان احنا هنوقف استعمال الشامبوهات تماما. تماما، يعني الشامبو مش هنجيبه على راسنا نهائي. دي اول حاجه لمده اسبوع او 10 ايام بالقليل قوي. تمام. الفتره دي هنعمل فيها ايه؟ هنستعمل امبولات. في امبولات تحفه في الصيدليات كلها، حاجات متوفرة طبيعيه يعني. متوفره يعني. ممكن ينفع اقول اسمه ولا لا؟ يعني في النوع المصري اللي هو الهير ميكس ده تحفه. تمام. هو عباره عن حاجات طبيعيه ومستخلصات طبيعيه، هايل جدا. بنستعمله وبناخد الامبول يوم بعد يوم. حلو. بيبقى هايل جدا، بيهدي التساقط وبيهدي الاحساس بالحرقان، لان في حرقان بيبقى في فروه الراس. الناس يعني الحرق ده بيسبب حرقان في الجلد بتاع فروه الراس وبيموت البصيلات. يعني هو بيأذي البصيلات كمان. والله. عشان كده الشعر بيطلع بويس جدا. طب في وصفات تاني؟ في طبعا. في بقى ممكن نعمل في البيت حاجات بقى بسيطه. انا بطلب بس من فريق، يعني ثانيه واحده، بطلب من فريق الاعداد يجهز الفيديو بتاع حضرتك. ده يعني حالات حرق الشعر كتير قوي. احنا ممكن نعمل في البيت. طب جاهز، تعالي نشوف الفيديو ونكمل. أوكي. كلامنا. اوكي. الشعر معمول برونتك سايق، الحمد لله عالجناها بشايني شويه فيتامينز، الحمد لله اتحسنت ووصلت للحاله دي بعد 4 شهور من العلاج. لا حلو جدا. يعني عايزه اقول لك صاحبه الحاله دي كانت في حاله سيئه جدا جدا. هي شعرها اتحرق من منتج فرد سيء. للاسف شعرها كله فجاه وقع. يعني هم قبل ما يشتغلوا في السيشن اساسا الشعر كله وقع مبدئيا. فلقيتها بتكلمني وعماله تعيط، فالحمد لله ربنا كرمنا منهاره. عالجناها بحاجات بسيطه جدا عباره عن حمامات الزيوت وحمامات الكريم
والفيتامينز اللي اخدتها بالبق زي البرفكتيل مثلا، ده احسن حاجه انا بفضلها للشعر يعني. وكمان بقى نعمل البخ اللي انا هقوله دلوقتي، عباره عن خلطه كده. بنجيب مثلا 10 حبات قرنفل، تمام، ومعاهم مثلا معلقتين من روزماري، وحوالي 5 ورقات من الورق اللوري، تمام، اللي هو ورق الغار يعني، اي حد عارفه بالاسم ده. يا جماعه استاذه ياسمين زهران بتقول لكم وصفه للشعر طبيعيه، جربوها وهتستفيدوا جدا، وهتستفيدوا فعلا، وهتلاقوا ان شعركم فعلا فعلا بدا يرتاح، والحرقان والتساقط قل جدا. يعني روزماري وقرنفل وورق غار، تمام. بنحط الثلاث حاجات دول في وعاء، ومعاهم كوبايتين من الميه، ونغليهم على النار ونغطي عليهم. لازم نغطي عشان الزيوت الطياره اللي في الحاجات دي تنزل ما تروحش في المية. ما تروحش في الهواء، نحافظ عليها وتنزل في الميه. هنغليهم لمده 10 دقائق وندفي عليهم ونسيبهم لحد ما يبردوا، وبعدين بنحطهم في بخاخ سبراي، اي بخاخ نظيف، ونستعملهم على الشعر مره صباحا ومره مساء. تمام. بنحافظ بده على ان الشعرايه تبقى مترطبه، وكمان يعني اثر الحرق ده ما ياثرش على البصيلات بتاعتها، مره الصبح ومره بالليل. طيب معانا دلوقتي على الهواء دكتوره رانيا رشاد. اهلا بيكي. الو. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام، ازي حضرتك؟ الحمد لله والله. الحمد لله. ازيك يا استاذه ياسمين، عامله ايه؟ اهلا بيكي، الحمد لله. بنسلم برضو على الاستاذه رانيا. اهلا بيكي، نورتي. بيحبوكي على فكره. ميرسي، نورتي. انا من اشد متابعينكم والله، بحب اتفرج على حاجاتكم جدا. ميرسي حبيبتي، نورتي طبعا. اتعاملت مع استاذه ياسمين كتير جدا 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 بصراحه، شعري كان بايظ وهي اللي ظبطتولي، ربنا يكرمها والله. ربنا يكرمك يا استاذه ياسمين. الحمد لله، ربنا يبارك لك. بصي بتسلميكي على الهوا. الحمد لله على الهوا. ربنا يكرمك والله. استفدتي منها في الشعر والبشره كمان، صح كده؟ بالظبط والله. يعني انا بشرتي من النوع المختلط، الحمد لله. بحط كريمات هي بتقولي عليها، بجد ما شاء الله يعني الدنيا بتظبط جدا معايا. الحمد لله، وان شاء الله تبقوا دايما مع بعض، واي حاجه تحتاجها منها هي جدعه وشاطره وخدومه. اتفضلي. قولي ياسمين، انا بس عندي بنوتين كده وعايزه احافظ على شعرهم من الميه والبسين والكلور. تمام. طبعا احنا داخلين على الصيف بقى ومشاكله، فان شاء الله. لا هقول لكم وصفه ان شاء الله النهارده، نقول وصفه حلوه. هنقول وصفه النهارده في خلال ان شاء الله، نقول وصفه حلوه تنفعكم. ميرسي ليكي يا روحي. شكرا جدا ليكي، نورتي. نورتينا، ميرسي. اتفضلي. نكمل كلامنا. الناس كلها معجبين جدا بحاجتك وبصفاتك. طيب دي الوصفه، ونحطها في بخاخه وخليها في التلاجه، ويوم مره الصبح ومره بالليل. وطبعا ممنوع غسل الشعر باي شامبو مهما كان، زيرو سلفات او صوديوم. نوقف استعمال الشامبو نهائي. عايزين نغسل شعرنا يا بلسم يا حمام كريم، لكن شامبوهات ممنوعه بكل انواعها. والله تمام. عشان نحافظ عليه، نحافظ على الشعرايه اللي اتحرقت. بتحسن بعد ايه مثلا لو احنا يعني عملنا البخاخ؟ هنحس بالفرق والالم اللي في فروه الراس هيروح يعني من اسبوع ل 10 ايام. حلو جدا. مع الامبولات والبخاخ ده وحمامات السيرم الزيتي وحمام الكريم، هتحس بفرق رهيب. ودي حصلت مع اكتر من حاله، والحمد لله استجابوا. طيب ممكن تقولي ايه هي بلازما الشعر؟ بلازما الشعر، بص، هو البلازما حلوه قوي، بس هي سلاح ذو حدين. لو الدم اللي احنا بنسحب منه كامل الفيتامينز، وده طبعا صعب قوي انك تلاقي حد كامل متكامل صحته يعني هايله، ده صعب قوي قوي في مصر يعني، احنا كلنا الدنيا بايظه. فيتامين دي والانيميا والمخزون الحديد، الدنيا بايظه. فلا يعني انا مش من الحاجات اللي بفضلها قوي، لان في ناس يا حبايبي بيعملوها وما بيستفيدوش حاجه غير الشكشكه. يا خبر ابيض، الشكشكه في الراس، في الراس وفي البشره، وما بتديش افكت يعني. ما لو الدم اللي احنا بناخده مش كامل العناصر، وده طبعا صعب نعرفه غير بالتحاليل. بالتحاليل هيبقى ملوش اي فايده، ملوش اي لازمه. طب بما ان انت بتعملي وصفات هايله كده، واستاذه رانيا لسه قافله وشغله فيكي، انا عايزه وصفه عشان ناس كتير بتعاني من قشره الشعر. قشره الشعر ايه سببها اصلا؟ طريقه علاجها؟ طب علاجها ده نستخدمه ازاي؟ انا عايزه الثلاثه بالظبط. طيب الاول هنتكلم عن اسبابها. اسباب القشره ممكن تكون اسباب وراثيه، هي فروه الراس دي بتطلع قشر. تمام. زي الجلد الجاف والجلد العادي، هي في فروه راس بتطلع في حاجات علامه عوامل وراثيه كتير. وفي ناس بيطلع القشره منها بسبب ايه؟ ان هي بتحط مثلا حمام الكريم على فروه الراس، بتحط الكونديشنر على فروه الراس، ده كله ترسبات مع الوقت تعمل قشره. والله يعني اللي ما بيشطفوش شعرهم كويس بعد الكونديشنر والحمام الكريم، لا اكيد لازم يعمل قشره. وده بيبقى حاجه سهله ممكن نضيعها بسرعه، لكن الناس اللي عندها اكزيما اللي هي جلدهم نفسه بيطلع القشره، لا دي بتبقى حالتها صعبه شويه شديده، بتاخد وقت شويه في العلاج.
طيب طريقه العلاج ايه بقى يعني نعمل ايه نتعالج ازاي من القشره؟ احنا قلنا سببها حلها سهل جدا إيه؟ مع ان مدوخه الناس كلها مش عارفه ليه. عايزه وصفه. إيه الوصفه بتاعتها؟ حاجه سهله جدا متوفره تقريبا في كل بيت. حاجات طبيعيه من بيتنا. طبيعيه من بيتنا، احنا مش عايزين نكلف الناس. طيب اول حاجه بنجيب مقدار من خل التفاح الطبيعي. لازم يكون طبيعي. طبيعي يعني يكون خل تفاح بيور، حاجه نظيفه من هايبر ماركه، من هايبر، من حاجه نظيفه، ما يكونش حاجه مفتوحه، ما يكونش حاجه يعني سايب لا لازم يكون حاجه مغلفه. معانا تليفون تاني استاذه منى. الو اهلا وسهلا، ازي حضرتك يا استاذه؟ اهلا بيكي منوره. الله يخليكي يا فندم، حبيبتي كتير النهارده. منوره طبعا البرنامج. الله يخليكي منوره برضو استاذه ياسمين. اهلا بيكي يا منى. اهلا بيكي حبيبتي. ازيك يا ياسمين؟ ازيك يا حبيبه قلبي منوره. يعني اقول لك ان استاذه ياسمين انا كنت بعاني من مشكله جامده جدا في الهيشان، وفي تساقط، وكان في تقصف جامد جدا. الحمد لله صراحه الله يبارك لها. يعني الحمد فعلا لله. فعلا منتجاتها وامانه وضمير واخلاق وكل حاجه. ربنا يبارك لك. ميرسي والله على ذوقك. فعلا بجد يعني الله يبارك لها فعلا حاجه عظيمه. هي ممتازه بصراحه، ناس كتير بتحبني كمان ان انا استضيفها لان هم فعلا بيشكروا يعني فيها. ميرسي ولا حرف برضه، يعني منتجات البشره فظيعه برضه. ميرسي. الحلقه اللي فاتت برضه قالت لكم حاجات استفدتوا جدا. لا بصراحه حاجاتها جميله، وغير بقى الذوق والمعامله ورقي بصراحه. كلها ذوق الله يبارك لها. ربنا يخليك يا مدام منى. ميرسي لذوقك والله، وشكرا على كلامك الحلو. الكلام الحلو ده اشكرك حبيبتي. ميرسي. عندك سؤال؟ طيب انا بنتي بس طبعا عندي بنوته، و ربنا يخليها لك بقى. والله يخليك نفس السؤال برضو. والصيف والبحر نفس السؤال. حاضر. برضو والله نفس الحكايه، لان الاولاد شعرهم بينشف جامد جدا ويبوظ بقى، ونقعد نعالج فيه شهور. بالظبط. هنجاوب على سؤال حضرتك اثناء الحلقه باذن الله. لا ان شاء الله ليكوا عندي رد حلو قوي ان شاء الله. طيب ونرجع تاني لكلامنا. وصفة القشرة. الشعر. القشرة. طيب هنجيب حاجتين هم سهلين جدا، بس لازم يكونوا حاجات صح. ايه بقى؟ اول حاجة خل التفاح زي ما اتكلمنا. بنجيب مقدار من خل التفاح. ونعادله بمقدارين، يا اما من المياه المقطرة. المياه المقطرة دي بتبقى موجودة في الصيدليات، اللي هي كنا بنعمل بيها المضاد الحيوي. ايوه اللي هي كنا بنخفف بيها المضاد الحيوي، لانها بتكون مية حلوة وصحية. فبتدينا افكت حلو على الشعر. يا اما ميه من الفلتر بقى، او ميه معدنيه، يعني اللي مش قادر يجيب دي يعمل دول. مفيش مشكله. بنحط مقدار لمقدارين ونحطهم برضو في بخاخ، وبنحطهم على فروه الشعر، بنغلف فروه الشعر كلها. يعني بنغرق فروه الشعر. يتغلغل. أيوة كويس. قبل الشاور بنص ساعه. بنعمل شعرنا وبنلمه نص ساعه فقط، وبعدين بنغسله يا اما بشامبو. في شامبو خفيف قوي برضو في الصيدليات وسعره مش غالي. للقشره، او شامبو طبيعي زي الشامبوات الطبيعيه برضو اللي هي زيرو سلفات وزيرو صوديوم. خلاص ماشي. تمام. برضو القشره. برضو شامبو الهيرمكس بتاع القشره تحفه. والشامبوات بقى بتاعتنا الطبيعيه اللي احنا عارفينها، يعني زي شامبو شايني والحاجات اللي هي الخفيفه على الشعر. يعني هايل جدا. احنا نطلع فاصل طبعا ونرجع نكمل كلامي معاكي. الكلام معاكي شيق جدا حبيبتي. اعزائي المشاهدين اطلع فاصل وارجع لكم. بربيرو باص، الفكرة اللي جننت مصر كلها. أول صالون حلاقة رجالي متحرك في مصر. شعرنا الدلع مش بس للستات، لأ كمان ده للرجالة. بربيرو باص مش بس بيقدم لك كل خدمات الصالون من حلاقة الشعر والدقن والباديكير والميك اب وتجهيز العرسان، لأ ده كمان بيمتاز بفتح قسم مميز ومتخصص في علاج البشرة، وده علشان بيمتلك فريق كامل من كبار المتخصصين في علاج البشرة. بربيرو باص بيقف في نقط كتير داخل مصر زي الشيخ زايد والتجمع الخامس ومدينة نصر، وحاليا مسافر معاك الساحل علشان يقضي معاك الصيف. ولو مشغول ومعندكش وقت تقعد تستنى في دورك في الصالون، بربيرو باص بيوفر لك وقتك من خلال خدمة الدليفري، ودي برضو مش هتلاقيها غير عندنا وبس. تقدر تطلب الدليفري من بربيرو باص ويوصل لك المتخصص في أسرع وقت ممكن، وبتحصل على جميع الخدمات اللي موجودة في الصالون بنفس الجودة والكفاءة. وبالنسبة للأسعار فهي مميزة جدا، لأننا بنعمل عروض باستمرار، يعني كفاءة وجودة بأحسن سعر. تيم بربيرو باص متواجد في خدمتك على مدار ال 24 ساعة. تقدر تتواصل معنا طلب الدليفري على جميع المواقع التواصل الخاصة بنا، فيسبوك، انستجرام، والإيميل، والموقع الإلكتروني.
ورجعنا لكم بعد الفاصل ومكملين حوارنا عن الشعر والبشره مع استاذه ياسمين زهران. هنكمل بقى بقيه كلامنا. طيب بالنسبه بقى للصيف والساحل الشرير والساحل الطيب وكله قلق. استاذه رانيا اتصلت واستاذه منى عايزين يعرفوا الكلور والحراره يعني حتى على الخاص دايما ازاي البنات تحافظ والولاد على شعرهم في الصيف ده والساحل وكل ده من الكلور والرطوبه والحراره. تمام. بصي هو طبعا في الحر الشمس بقى الجميله مع الكلور بيعملوا يعني بيعملوا تاثير هايل جدا على الشعر، بيحرقوه بشكل طبيعي يعني هما بيحرقوه بشكل طبيعي. طيب احنا عشان نحمي شعرنا من الكلام دوت المفروض بنعمل ايه؟ اولا بنغلف الشعر قبل ما يتعرض للحراره يعني لحراره الشمس او الكلور او الميه المالحه، بنغلفه بالزيوت الطبيعيه الخفيفه. الزيوت الطبيعيه الخفيفه عندنا السيرم بتاع شايني هو عباره عن 26 نوع زيت هم مؤهلين ومخصصين ان هم يتعرضوا للحراره. ما بيخلوش الشعر يتاثر بالحراره، يعني بيغلفوا الشعر انه ما يتاثرش بالحراره عشان البنات اللي بشعرها تنزل اللي بينزلوا فاحنا هنعمل ايه؟ دايما نغلف الشعرات، نغلف الشعرات كويس قوي بالسيرام الزيتي. مش قادرين نجيب السيرام الزيتي، عندنا زيت جوجوبا، زيت ارجان، زيت جوز هند، نغلف بيه برده شعرنا. ثلاث زيوت بنغلف بيها شعرنا مع بعض. لا مش شرط طبعا. طيب. نبعد عن زيت الزيتون نهائي لان زيت الزيتون من الحاجات اللي لما تتعرض للحراره بتسبب حرق الشعر. أوه. وكل الناس فاهمه غلط. زيت الزيتون لازم يستعمل على فروه راس بارده ما يتعرضش للحراره نهائي ولا بيبي ليس ولا اي حاجه لانه بيؤدي الى حرق الشعر. تمام. دي حاجه. الحاجه الثانيه لما بنخرج بقى من البول او بنخرج من البحر المفروض لما بنروح البيت بنعمل ايه؟ احنا خلاص غلفنا ولبسنا البونيه ونزلنا. والبنات برده حتى اللي مش بتستعمل البونيه بتنزل بشعرها مفيش اي مشكله نغلفه برده، وخصوصا الاطراف وجذور الشعر يعني ناخد شعرايه من فوق لتحت عشان لما نطلع ناخد شاور. طب والبنات المحجبين اللي بينزلوا بشعرهم بس تحت البنيه او تحت الطرحه لازم يغلفوا؟ لازم يغلفوا ويغلفوا كويس قوي، ده هم عندهم فرصه هايله. انت كده بتعملي حاجتين في حاجه، بتعملي حمام سيرم لشعرك او حمام كريم، يعني يا تستعملي حمام كريم غني بالزيوت الطبيعيه برده زي حمام كريم شايني لان هو معمول من زبده الشيا والزيوت الطبيعيه. يا اما بتعملي حمام الزيوت دوت اللي انا قلت عليه. انت بتاخدي حاجتين في حاجه، بتعملي حمام زيوت لشعرك وفي نفس الوقت ما بتاذيهوش. بتطلعي بقى من الكلام ده بتشطفي شعرك، انت مش محتاجه اي شامبو، ممنوع الشامبو في الحاله دي. ليه؟ لان اوريدي الكلور والميه المالحه هم اكلوا يعني نظفوا الشعر، هم نظفوا الشعر تماما. فبنعمل ايه في الحاله دي؟ يا اما بنستعمل الكونديشنر يا اما بنشطف شعرنا شطفه خفيفه. الناس اللي شعرها جاف قوي بتشطف شعرها فقط، الناس اللي شعرها دهني شويه او عادي لا ممكن تحط كونديشنر وتشطف بيه شعرها. هايل جدا يعني الطريقه كامله متكامله. وينشفوا شعرهم بقى هيلاقوا الشعر فارق تماما، هيحسوا باختلاف جدا، هيلاقوا الشعريه لامعه وطريه ومش شنكه بقى ومحروقه زي العادي عشان بينزلوا كده بيبقوا الدنيا بتبوظ خالص، بتنشف الحراره من الماء من الكلور والميه المالحه، بينزلوا البحر بالملح حاجه يعني حاجه بشعه حاجه بشعه. طيب بالنسبه للبنات اللي بتركب اكستنشن عشان تطول شعرها وتتقل شعرها، ايه رايك في الحوار ده؟ والله هو الاكستنشن ده انا ضده تماما. يعني انا ضده من زمان يعني بصراحه، لان انا بشوف حالات برده خصوصا الاكستنشن اللي بيتركب بالشهور لان بتضطري انك تاخدي بيه شاور وتتعاملي بيه على انه شعرك، بس هو مش شعرك، هو حاجه محمله على الشعر. يعني دايما بيتركب يا عن طريق اللزق يا عن طريق الخياطه، فطبعا مهما كان اللزق ومهما كانت طريقه تركيبه لطيفه هي بتحمل على الخصله اللي ماسكه فيها الاكستنشن فبتشدها وبتاخدها وبتقع. انا بلاقي حالات شعر المنطقه اللي راكب فيها الشعر صلعاء، يعني مفيش فيها شعر من كتر الشد، وقع شد من كتر الشد، لان حاجه معلقه حاجه تقيله في فروه راسك وشعرك اصلا ضعيف. يعني لا تلجأ لتركيب اكستنشن اكيد شعرها ضعيف. طب بقى يعني خلاص هنبعد عن اكستنشن، بلاش اكستنشن نعمل خالص. يعني نعمل وصفه بقى التطويل، ولو عندنا مناسبه محتاجين ضروري فيها ان احنا نركب اكستنشن. تمام. يعني يبقى اكستنشن اللي هو اليومي ده اللي هو مره وتقلع، مره ونشيله، مش رنجات بقى ودبل فيس والحاجات دي، مره ونشيله اللي هي الكليبسات. ايوه الكليبسات ده خفيف على الشعر. طيب لو احنا بقى عايزين وصفه طبيعيه برضو لتطويل وتتقيل. تمام. لتطويل وتتقيل الشعر، الناس اللي عايز شعرها يطول ويتقل القرنفل، يعني القرنفل العادي بتاعنا، القرنفل الحب اللي هو المسمار ده بدأ. احنا بنجيبه نطحنه طحنه رهيبه يعني يبقى باودر خالص خالص. بعدين ونجيب الشامبو بتاعنا الخالي من الصوديوم والسلفيت الخفيف الحلو المغذي للشعر، ونضيف عليه معلقتين صغيرين من الباودر ده، ونرج كويس قوي لحد ما الدنيا تتجانس مع بعض، ونغسل بيه شعرنا مره واحده في الاسبوع.
الشامبو مره واحده في الاسبوع. الناس اللي شعرها دهني مرتين فقط مش اكتر من كده، وبقيه الاسبوع بنستعمل الكونديشنر. ده هيطول؟ هيتقل وهيطول، هي هتتفاجئ بطول شعرها والله. هتتفاجئ يعني، هتحس ان الشعريه لا بعد شهر شهر ونص هتبتدي تحس ان في سنتي او سنتي ونص زاد من شعرها. ده ودي حاجه بقى يعني، ما هو يعني حاجه ب 10 حاجه مهوله يعني، حاجه مهوله حاجه مش بفلوس. طب والتتقيل؟ التتقيل بقى عندك ممكن في بقى الجيلي اللي هو الطبيعي، بس في ناس بتتولد شعرها خفيف. ايه اوكي، ما لا احنا هنتفق على مبدا ان الناس اللي شعرها خفيف هي شعرها خفيف. ربنا خلقنا بعدد بصيلات معينه في فروه راسنا، احنا مستحيل نزودها. تمام. يعني انا مولوده شعري خفيف، لا هكمل شعري خفيف. اوكي. مستحيل اتقله، مفيش حاجه اسمها اتقل شعري، هعمل بصيلات جديده منين؟ لكن الناس اللي شعرها تقيل وكثيف وحصل ظروف، اتحرق، اتباظ، اتعرض لمشاكل صحيه، ده عنده فرصه هايله ان هو يرجع تاني زي ما كان واحسن. تمام. بشكل صحي كمان. والله. بالحاجات الطبيعيه برضو طبيعي. برضو هي الطبيعية. وصفة القرنفل ولا في حاجة تانية؟ لا، وفي برضو وصفة حلوة قوي للناس اللي شعرها كيرلي بقى، والناس اللي شعرها ويفي شوية اللي ما بيحبوش يستعملوا حرارة. بيجيبوا بذور الكتان، بنضربها ضربة واحدة بس في الكبة، ضربة كده يتكسروا بس، وبنحط معلقتين كبار منهم على كوبايتين من المية برضو، يا إما مفلترة يا إما مية معدنية، ونحطهم على النار يغلوا لمدة 10 دقايق. وبنغطي عليهم برضو عشان زيوت اللي في بذور الكتان. عايز اقولك هايل للشعر. الله. جل طبيعي، انت بتعملي جل طبيعي في البيت، ده هايل الجل اللي هنشتريه يعني النهارده. استاذه ياسمين قالت لنا شويه وصفات لتطويل وتتقيل وقشره الشعر والشعر المحروق. لا والله يعني كتير يعني الحلقه لازم اللي ما شافهاش يشوف على اليوتيوب عشان حتى يتعلم الحاجات دي كلها. طيب في حاجه تانية بناخده بقى نصفيه، وناخد الجل اللي فيه ده، وبعد ما بيبرد بنضيف له معلقتين، يا اما معلقتين من سيرم شايني او معلقتين من اي نوع زيت طبيعي. برضو زي ما قلت احسن الزيوت، زيت الافوكادو، زيت الارجان، زيت الجوجوبا، زيت جوز الهند، بمختلف اسعارهم بقى يعني، كل واحد ليه سعر، كل واحد على حسب ظروفه الماديه. معلقتين فقط، ويسيبه كده ويستعمله بقى ايه كجل طبيعي يعني. الناس اللي بتحب الكيرلي بقى والحاجات اللي بتثبت دي هيبقى معاهم هايل جدا، وكمان طبيعي يعني، وكمان يعني مش بعد الشاور كده لما تحطيه على شعرك هيفيد شعرك ويغذيه ويديله لمعه، وفي نفس الوقت هيحافظ على الكيرلي بتاعه. جميل جدا. طيب محتاجه اعرف من حضرتك، احنا اتكلمنا خدنا شوط كبير في الشعر. أيوة. عايزين بقى روتيني للمحافظه على البشره مع الحر بقى يعني، والشمس مع الحر والشمس ولسعات الشمس، الناس بيجي لها نمش من الشمس والبوتاجاز وحبوب سوداء. روتين يومي بقى عشان نبدا نخش على الصيف كده واحنا مستعدين. طيب هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه في الروتين ان انت ازاي بتغسلي بشرتك، لازم تغسليه بحاجه لطيفه. انت تشوفي بشرتك نوعها ايه. كل حاجه ليها حاجه، في عاديه، في مختلطه، في جافه، كل حاجه لازم بنسال الصيدلي تعرفي اول نوع بشرتك وتستعملي حاجه المناسبه ليه في الغسول اللي ترتاحي له حسب امكانياتك الماديه برضو. لان في غسول من اول 70 جنيه لحد 250 و300 جنيه. ففي تفاوت كبير، كل واحد حسب حالته الماديه. دي حاجه. الحاجه الثانيه دايما وشنا مترطب، معانا ازازه ميه ورد لطيفه كده، ميه ورد يعني، ما وشويه ميه معدنيه، ميه ورد وميه معدنيه في بخاخه برضو، ورايحين جايين طول النهار بخ بخ نرش بخ بخ ونسيبها، ما نمسحهاش ولا حاجه، احنا بنرش وبنسيبها. بتبقى هايله جدا. وانا اقول البشره الجميله دي ايه سببها؟ ربنا يخليكي انت احلى. نبخ طول النهار، واقفين في المطبخ نبخ، بنتعرض لحراره نبخ طبعا، ولازم الصن بلوك. يعني بصراحه انت قلتي بصي كل اللي يستفيدوا منه النهارده. انا مبسوطه جدا بوجودك معايا في الحلقه، وكان نفسي وقت البرنامج يبقى اكتر بكتير. عندك بسرعه ونتكلم في اكتر، ولكن لينا حلقات تانية مع بعض، لان انت شايفه الناس كلها عايزه تعرف والناس كلها بتستفيد منك. حاجات بسيطه والله، انا شخصيا بستفيد منك جدا جدا يا استاذه ياسمين. نورتيني ونورتي قناه صحه وغنى، ونورتي مدينه الانتاج الاعلامي. ميرسي ليكي ولذوقك. ميرسي. اعزائي المشاهدين، في نهايه حلقتي بشكركم على متابعتكم البرنامج انا عايشه صح. استنوني الجمعة اللي جاية.